مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كول يا جدي. محطة هذا اليوم بلدة عجة، عجة منطقة جنين. أسعد وإياكم في لقاء الحجاج أبو أمجد وأبو طارق الطيبين عن أيام زمان. أهلا وسهلا أبو طارق. أهلا وسهلا فيك. أهلا يا أبو أمجد. أهلا بكم. الجمالي ومشاكل الجمالي زمان. نعم. واللي كان يواجهكم في هذيك الأيام. والله يا أبو فادي إنه في قصة صارت وحدثت، يعني 100% أكيد. إنه في عنا قبل ما كانش في كهرباء. الليل وكانت الوحوش الحيوان زي الضباع زي الواويات زي ينتشرن. حتى لما راح يأخذ جمله ويشيل من منطقة الشمالية حمل كمه واحد هو لحاله، حمل الجمل وركب حشاك على الحمارة وهو جاي في الطريق لكى ضبع. الضبع صار يهاجم فيه عساس بده ياكله. شو عمل؟ ترك الحمار وطلع على ظهر الجمل وصار يصيح يا ناس يا ناس الضبع، والناس دبوا وانقذوا من الضبع. نعم. في بلدكم هذا؟ في بلدنا. في بلدنا. في بلدكم؟ في بلدنا في عجة. نعم. والدنيا ليل. الدنيا ليل. وبقى يجاوب الليل. يجاوب الليل لأنه الصوت بكون مسموع في الليل أكثر من النهار. جمالي بقى تشتري وتقيم الفلاحة من الأرض توديها على البيادة. اثنين هم يبكوا شراتوا مع بعضهم البعض. واحد منهم بتأخر والواحد ذاك بروح بيفسخ الجمال وبرجع يكين مخرى. ما تخلصش مرة ومرتين. نعم. حملين وثلاثة واربعة. هسا هو نايم بفاي تحت الفاي بلبسوا أول الباسات الخزوك. تيجي حي بتفوت من الخزوك الباس. يدو عليها نقول أنه هو لا, لا. بلاش نقول أنه لا لا. بدون ما نقول انه هو نكمل. وبعدين لما شعر بهذا صحي الزلمه. قاموا لا مو على بعض شلحوا لا مو على بعض دبت يلا بهالحجار بهالحجار حي بتخوف حي كبير وما كرصتوش ابدا ولا اذته. من الحرام تنكرسها اي يقتلها لانها ما اذته ما بس يعني خوف خوف الخوف اللي دفعه جريء جريء يعني. جريء بك ما يموت. وبعدين من يعني الوقت الماضي انه كان بالرغم منه الناس في حيره من امرهم في شيء عندهم كان الزواج اللي عنده خلقه خشي او خلقه بيت. البيت طبقتين ارضي وراوي. يجي عنده ولد او اثنين او ثلاثه يتجوزهم بهالراوي بهالبيت هم ولادتهم يعيشوا بدي من الزمن بنفس العقد بنفس العقد ونفس البيت. كان يصير عندنا لحد. طب ولما يتجوز في العقد يبقوا اهله قاعدين يطلعوا هذيك الليله يخلونا بحاله لكن هو يروحوا عندنا سايبهم يروحوا عندنا ثاني يروح عند جيران. شايف وكانت ماشيه الامور. بس اليوم ما شاء الله الواحد بكوا قبل يناموا على البيادر برضه يناموا على البيادر. وبعدين بزيد معلومات اخرى بكوا حطوا خيش شوالات خيش قاطع بينهم. هاي عائلتنا هون وهذا ابنه يناموا. عياله النوم على البيادر والنوم في العزب. النوم على البيادر متعه متعه. على لما يصير قصوليه القصوليه يوم القصوليه القصوليه بتنفعش بتخشرن. اما طياب ما هو في شصار وفي طياب. المرحله الاولى طياب شصار يعني بخفشو تخفش الكمع. رفش رفش. وبعدين بصيروا طيبوا بيعملوا دوائر دوائر وبكيموا شوي شوي بصيروا على البقر او على الخيل او على الحمير داير ما يدور. وبكوا يحذوا البقر من ورا من ورا ومن قدام. اي نعم مشان يحمن الكش. اي نعم لليوم بيحذوهن. اي بالضبط. واحد بك بلدنا ملاني عجال. كم عجال بك بلدنا؟ اثنين الشمالي والجنوبي. كم شلية غنم؟ غنم كثير. كل الواحد كل راحوا كلهن اليوم صاروا يا اتجهوا للناحية الصناعية. بس عجلين كان يا ابو عجلين ابو امجد كل واحد بسرح بس اللي كويس اللي كان يصير اللي عنده بقرة او ثنتين لما تيجي امي او امك تخذ اللبنات تيجي توزع المخيط على كل الجيران مجانا مجانا بك البكلولي والمغطاس. البكلولي والمغطاس فتوزع
توزع هاللبن اللي مخيد على الناس ببلاش. قبل يعني بكت علاقاتهم الاجتماعية قوية. الأكل فيش مانع إنه أجاهم ضيف تروح على جارتها تجيب الطبيخات اللي عندها، فيش عنده بدنا من ضيف تروح تجيب الفرشي أو الحاف من عند جيرانهم. كان علاقات اجتماعية قوية جدا. اليوم بكى قبل في استعارات أواعي برضو. أينا. استعارات أينا. الأدوات حتى العرس الجاكيتات بكوا يأخذون يلبسون وحطون ينكبي وبدلة كاملة. لا يعني مش مستعارات وصحون كنبيز كنبيز بكوا يلبسوا العرسان كنباز كنباز الجاكيت الجاكيت العيري. يلا تفضلوا خلينا نروح نقعد في المكعب. يلا إذا ما زلنا وإياكم مشاهدينا الكرام في بلدة عجة، هذه البلدة العريقة أم النخوة أم الكرام. أسعد وإياكم مرة أخرى في لقاء أبو طارق. أهلا وسهلا فيك يا أبو طارق. أهلا وسهلا بك وبكل أهل جيوش يا سيدي. حياك الله. أهلا وسهلا يا أبو نواف. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. كيف الحال؟ الحمد لله. الصحة؟ الحمد لله. أهلا وسهلا أبو أمجد. الله حييكم. تحيا تحيا. يا حيا أصلك. لمين بيقول الله حيهم؟ تفضلوا على ميسور. الكل. لما كله هيك الغانمين زمان. أيوه. على الميسور والتحية على الميسور. وقبل بكو يزعلوا لما الواحد يتهرب من الواجب. بدنا نرجع للزمن القديم. أول شيء كان يمتاز الإنسان بالنخوة. بالنخوة. إذا أنت بتنخى إلا بنخوتك. ثانيا كانوا يمتازوا بالكرم. إنه إذا بده يجي واحد ولا اثنين وعشرة يحوشهم كلهم على اساس انهم يتناولوا عنده يقدموا واجبهم خاصة بالمناسبات وحتى اذا دعموا اي زائر عنده برضه يعني ما يقصرش من الواجبات تبعاته. وكانوا غير الكرم وغير النخوة كانوا الرجل عند كلمته الوفاء يرتبط بلسانه من لسانه. كان عنده روح اسمه روح الوفاء والمحافظة برضو على العرض وعلى الشرف وعلى القيم وعلى الدين وعلى النخوة. كل الأشياء كانت تتوفر. كان الختيار إذا لاقى أي بنت في الشارع صبية كان ينفر فيها أو حتى إنه ما ينظرش إلها. لا كان يمون. إحنا هذه الموني. أيوة. ما يطلعش عليها اليوم. إتبار بك يمونه على الشباب وعلى النسوان وعلى البنات أساس إنه يمشين الطريق السوي اللي بده إياها الاختيار. طيب بالنسبة لتعليم زمان. تعليم زمان. أنت بالصف الأول أي سنة كنت بالصف الأول؟ 1945. كنت بالصف الأول. شو المناهج اللي بكيته تكوين؟ كان عنا ما فيش هالمناهج. بكى عنا مدرس واحد اسمه طاهر تفاحة. غرفة واحد يعقد. وفيها كل صفوف الأول. ما بكاش شيخ؟ لا كان أستاذ من نابلس اسمه طاهر تفاح. من نابلس. أما قبل المدرسة فكنا نتعلم في المساجد عن طريق الشيوخ. ومنهم واحد شيخ بكى اسمه الشيخ أحمد من الفراعي. بعدين بكينا خلقت في الواح لوح أسود وفي له كلام نكتب فيه عليه على اللوحة. ما قرتوش على الحصيري؟ بلى كان تحت الشجر. على الحصيري. الحصيري في المساجد. بعدين انتقلنا على المقاعد في 45 والأخ بكى بجوز درس فيها. طيب بنرجع لك. احنا خلينا نروح عند ابو نواف. سمعنا صوتك هيك شوي. قريت انت على الحصيري عند الشيخ. شو بكى الأجرة هذيك الأيام؟ كان الطالب يدفع مد كمح. مد يعني صاعين كمح كل السنة. ولكن بكى الشيخ يظل متغلب. أولاد صغار وزي متغلب. هذا الودي يشرد هذا يكري وهذا فهذا الزمن بكى في الدور نكره في الدور. يعني في الدار هذا يستأجروا ويكروا في الدور على الحصيري. ونفتش الظهر ورد نرجع العصر. وجبتين مرتين تروحوا تتغدوا وترجعوا ونرجع. والشيخ بكى يعطينا بس
مع لوح بكيبك لوح يشد عن كل الدفاتر. لوح اسود. لوح اسود يمكن عرضه 20 ب30 والطباشير يعني نكتب الموضوع ورد نمحه ونكتب غيره شد عن كل الدفاتر. بكى تعليمنا أشطر على القرآن وعلى الإنشاء وعلى الحساب. هذول بكوا يتعلقوا فين الشيوخ. وبكى أولادي كلال يعني كل البلد فيها 20-25 ولد. نعم. في هذاك الزمن. والشيخ بالبيادر يدور يلم الأجرة كمح. بس بكيتوا تجيبوا له بيضة ورغيف. هذا طائر تفاحة. بكى قدير في التعليم، عمره ما فتح كتاب. بكى مسن هذا من نابلس. يعني بجوز عمره بكى في الخمسينات. هذا بكى في كبير. لكن تعليمه بكى عمره ما فتح كتاب، علمنا على ايش؟ ارتجالي. بالتالي قالوا له بدك تخطب. بده يخطب واحد من البلد اختيار عاد وهمي يعني. صار يجيب اشياء وكل بنعطوها يا مشكي هاي. والله يرحمه، والله بكى مخلص عمله. بكاش الا العقد هذا اللي في البلد في المدرسه. هذا بعد قرايه الدور صار العقد. وكل الاولاد احنا في العقد، كنا بجوز فيش 30 طالب. بكال بجوز. وهذا الشيخ طاهر، هذا طاهر تفاحه موظف من قبل الحكومة يعني من المعارف. لما الأستاذ أجال مكتوب ودشر لأولاده كلهم روحوا وروح. كان ولد بعرفش منين هو جاب له مكتوب، أخذ المكتوب ما فتحوا قراءة، فتح الباب على البتتين. يلا فتشوا 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 عنكم. كله أطلعنا يزك فينا زك من الباب. تعرف بكى مش في الرأي يجي مشي وروح مشي. الشيخ هذا. نزل من طرف البلد صار يجاعر. عيط ونوح على ابنه، قال له في المكتب وصلت الحق ابنك ولا ما تلحق البعيد. وصل دارهم لك ابنه على الشارع بيلعب. ليش هذا المكتوب؟ قال هذا اللي وداله اياه جذبة نيسان. قال له يقول هاي جذبة نيسان. نعم. وابنه صار ما فيه وش شيء. نعم، قبل بكى للسهول هذه نشاط المكاثي كل واحد اللي خص. اي نعم. بس بكى في حراميه. اي نعم. خرفنا عن هذيك الايام. ولا في احلى منها. رغم فقر ورغم المصاعب اللي بكينا نواجهها، لكن الكل يبقى مبسوط وراضي في هالحاجه. وعلى البيادر وبالسهول اللي يعمل له خص ينطر بيه كل ناطور ويعمل بشكل انسان. الفزاعه يلبسوها عربي زي الفلاحين العادي. وغزوها مع العصا وفرفري تفر على الطيور وما طيور، على البطيخ والخيار. والفكوس والمكافي هاي كلها والبندوره. كل واحد بكى يزرع، بكى زلمه خيرات تصير يعني. تصير خيرات يعني. ليش بكيتوا تبنوا الخص؟ مشان الفاي. من ايش؟ من خشب ومن بصيلات ورباط هذا بيام الحصيد بكل الدنيا ملان رباط. وطويل وبغطي قسم كبير يعني من الخص. وبقعدوا بطلع 5-6 وبكوا يناموا هناك. بالليل وبالنهار روحوا على الغلي على الجمال. لا في سيارات ولا تراكتورات. بكوا يعذبوا. يعذبوا وينطروا. نطرون كله الناطور. خرفنا عن ايام البعاره. البعاره بعد الحصيده كان زيتون ولا قمح ولا شعير ولا كله. ينزل السبل بظل ينزل سبل من الحصيده. يجوا الناس يركضوا النسوان والزلام. اللي وضعه سيء يعمل مضمم. ولفون ودكون بخشبية طويلة شوية يدكوهن ويسووا قمح وروحوا يطحنون ويوفروا. بس شو في شغلة، لما بكيت تستشري حصاد بكى سقط سبل، بس صاحب المارس اللي بحصد لحاله ما يسقطش السبل يفرعك له. مضبوط.
وبكوا يدوروا هالبعارين يتبعروا، ولما الوذمام ذمام ودكوها بنواب بكوا يدكوا دك ويطلعن الكمحات يغرب لنا وروحوا يطحنوهن. مش بدهم ياكلوا بسكمح بكبيح. الحرب العالمية الثانية هاي 45 ل 46 بدأت 39 انتهت ال 45 ال 45 فيش كمح فيش كمح بالمرة. بكى الفلاح يقول هذه المنطقة للرعيان أو للبعار ما يحصدهاش. هذا جروعة جروعة. أيوة خرفنا عن الجروعة. جروعة بعد ما يخلصوا حصيدي يعني تالي قطعة هيك ولا شيء يدشرها للبعار. لقطوها البعار والغنامي لكن بكى كل الغلة بكى بلدنا يشمل فيها فوق 100 جمل. يشيل الغلة على البيادر والبيادر كلها لشك بعض يعني بين نهزم حطب. ولكن عمره ما صار حريكة في البلد في البيادر ولا مرة. كله يدرسوا الناس بكوا ولا عزمان الفساد ولا عزمان الفساد. هذا الخط أحمر البيادر ما حد. لأن دارك بيدرك تتنحرك بيدرك بس بكوا يحركوا حلل الحلي بالوعر. بالأرض البعيد يعني البلد. طيب خلينا نفقط الحصيدي شمال وبعدها شو غمر شمال يلف الواحد. بعد الحصيدي لا وانت تقصد وانت بالشمال ايدك الشمال بتعمل زي زغد. ايوه وبتصير تلفيه منه فيه كان كمحة وشعر تبو اضمم يعني وبالزيت في منهم بضمم. شو بصير هذا اللي هذا غمر. غمر اسمه غمر. اي نعم. اللي اكبر منه شو اسمه حلي هذا في اصغر من الحلي. مش الكتي كتي رحم الله والدك كتي. غمر كتي يعملوا كتات كتات بعد الغمر. الكتات اسهل اخرى للشيل للشيل وعلى الجمال. الجمل يحطوا فيه 10 كتات 9 عند الجمل وحمره الجمل شو ياخذ ربعية او صاع اجر تعميله يحمله. كل الغلة بكت كلها تصفى البيادر هاي اللي صارت كلها دور ويدرسوها الناس يقعدوا شهرين وهم يدرسوا على الدواب. جروعة البيدر يقولوا اول ما تيجي الصليبي يقولوا قلتلو بطيط الخليل او صاع الخليل. بس في حفني لها الاولاد الصغار اللي بيبكوا في ديال البيض. هي تبكى للاولاد الصغار مخصصة. طلع اول الصليب يمد كمح صاعين وروح يشتروا فين الدكان يلبسوا رواحه وراحوا الحاضرين والاولاد هذول كان بطيط الخليل. والله يحط البركه. بكى برضو الكمح عملي. بكى. يعني تاخذ قطعة تروح تشتري غراض من الدكان. اي ايش بدك بيه تشتري بيه. بكو اكثر المشترى بالكمح. والبيض. راس براس راسين براس شعيره وكمح يشتروا. مخامسة. يشتروا بيه. مخامسة. يعني ثلاث شوام وشومين هاي المخامسة. شو الدروس اللي بكيتوا تكروهن بالصف الاول؟ العربي مثلا. مثلا العربي انا بتذكر اكثر اشي. بكى في درس القراءة عن السيارة. بكاش راس روس. راس روس رحم الله والدك في راس روس. برضو يا أبو فادي بكى في نفس القراءة هو زي ما تقول في دروس فيهن عبرة. منهن ما هي أمنيتك؟ نقطتين أن أشتري سيارة. وبعدها نقطتين أن أبيعها. لماذا؟ لأنها استنفدت مالي. هاي كانت في القراءة. وراس روس ودار دوره الفرس الفرس هاي بكروس مصورة يعني صور الراسين او راس وروس تحتيها روس صور بكانش قبل بكانش انه من الصورة الى الكلمة. اعطونا بس رأسا هاي جديد صارت الصورة ثم الكلمة. بس قبل كانت الكلمة فقط دون صورة في الخمسينات. تسمعوش في قصة اللي ذبح علوله اللي مشتريه مشان يحرث عليه لأنه ما عندوش. نعم هذه أيام زمان. أيام زمان احنا في هاي قصة صارت مع الشيخ حسن. الشيخ حسن في بلدنا.
وبكى الفرسان في المركز الشيخ حسن اللي انا هاي عسبيل المهدي. الشيخ حسن كان راح للنكيب في المركز قال له بدي عزمك على الغداء بس بدي اقتل 4 تسمح لي فيهم مسكة الموت. بدي اعطيهم علكة. اجا عمل له ذبح سخلت عبد حسن اول ما قتل يوسف لمين. قتل يوسف والضحيات قتل الحجرجة وقتل صالح الحج ياسين وما صارش عليه اشي خلص النكيب يروح يشتش يقول روح. طيب ابو طارق ختامها مسك انو احسن ايام اليوم ولا ايام زمان؟ شوف احنا بدنا نيجي لجميع الفايلات تبعتها. ايام كابين كويسي في ناحية واحدة اللي هي من كرم مروءة شهامة امن وامان وفاء امن امان بس كانت العلاقات الاجتماعية قوية جدا. ليش كانت العلاقة الاجتماعية قوية جدا؟ لانه المجتمع اما صناعي واما زراعي. نعم. المجتمع في السابق كان زراعي مجتمع زراعي معناته متعاون مع بعض البعض. نعم. خلينا نروح على ابو نواف. ابو نواف قبل لما بكى واحد يعني اللي تفضل فيه ابو طارق كان اذا اشترى عجلي تلاقي نص البلد اجت تهني اجت يتفرج عليه وتهنيت كله مبروك بكى في الحصيده يعني السهل هذا يبكى 50 دينار 200 دينار بياخذ بيوم يفزع الى هاي الصربه وهاي الصربه وشوف شو غنوا يحصدوا طربانين للعمل الخير في تعاون في تعاون زراعي بكى واحد يدر البيدر يدر البيدر ينزلوا 3-4 هون يساعدوا بكى واحد يعمل عقاد العقود قبل نعم ما تيجي الساعه 9-10 الا هو معقود كل البلد تفزع على العقاد هذا يعني لاولادي كيموت قدر ما بيقدروا طين نعم. بالاناكير ابو امجد قبل بكى لما الواحد يمرق عن مارس صاحبه في موعد التكليم او موعد الركعه يتطلع يركع لي بدون ما يدري بدون ما يدري اي نعم بدون ما يشعر اي نعم وصارت عنا هون فهذا هو انت الحكي بجوز بالاربعينات 42-43 هاي من جيلي تعمرت على راي امي وابوي هاي من جيلي الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين تعمرت في ناس بكت تيجي وهي ماركة على ارضها هون بجنة يقعد يساوي فيها اجتماعي قوي يركع يطعم الشجرة وظل مارك ما يكونش لصاحبها اي نعم وهو الكل مجتمعنا زراعي ابو نواف اتفضل مندورة ولكت ويطعم الجيران كلهم واللي لكت لكت يزرع بطيخ بكت البطيخ تصير 15 كيلو بشاي بلدنا بس بكى يرفع الدواء مش على التراكتورات طبعا يعني بكى الخضرة بلدة يعني بكت زراعية صحيح ومنها تجارية هذا ليش يقال انه ليش سمت عجة عجة في كان جامع في البلد كلها في الشلهو وصغير عمري جنب الحوت الشمالي بتصحبك قبر اسمه عجاج يقولوا عجاج 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 يعني اول واحد سكن فيها عجاج ممكن بكو يقولوا النبي عجاج سموا عجة يقال على اسم عجاج عجة لا تسمية عجة مش لأجل من عجاج الخيل عجة بلد قديمة على تلي كانوا الرومان في زمن الرومان أجوا هجموا عليها وحرقوها صار غبار عجي فصار عجي عجي من عجي من الغبار اللي صارت بحرق البيوت من قبل الرومان في عجة بارك الله فيكم وشكرا لكم جزيل الشكر والله يطول أعماركم والله يهدي البال يا رب العالمين. إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا ونأتي إلى نهاية مشوارنا معكم لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى أجمل الأمان ودائما إلى اللقاء. الله يحييك.